طيب انا بس قبل ما اعمل رن دلوقتي محتاج ان انا اتاكد ان انا في الاوثنتيكيشن هنا مفعل في الساين ان ميثود الايميل اند باسورد. ليه؟ لان هو بيعمل كرييت يوزر ويز ايميل اند باسورد، فلازم ان انا اكون مفعل الايه الايميل اند باسورد اوثنتيكيشن هنا. تمام، والداتابيز عندي فاضيه اهي، لسه حتى الان برضو ما كتبناش فيها حاجه. تعالى كده نعمل رن من تاني ونبدا بقى ندخل ايه داتابيز في الاكونت بتاعي. فهقول له والله انا هكرييت اكونت جديد، وهقول له والله انا اسمي اسلام، فول نيم مثلا فاسلام مدحت، الباسورد او الميل بتاعي اسلام مدحت، التليفون بتاعي مثلا والباسورد مثلا اسلام. فهقول له ريجستر، قال لي الباسورد از انفاليد. محتاج تكتب الباسورد على الاقل يكون 6 حروف ولا حاجه. فاقول له اسلام 0 مثلا واقول له ريجستر، راح قال لي ريجستريشن سكسسفولي ودخل على اللوجن. تعالى كده بقى نتشيك عندي اهو، بص ادي الداتابيز ان ريال تايم، ان ريال تايم في نفس اللحظه راح عمل يوزرز وراح حاطط الجيت اي دي اللي هو اليوزر الاي دي بتاعه، ده يونيك، ده اوتو جنريتد، الفايربيز هو اللي بيعمله. بخش جواه بلاقي ادي التشايلد اللي اسمه ايميل، وادي الايديت تكست الفاليو اللي انا دخلتها، الفول نيم وادي الفاليو، الباسورد وادي الفاليو، الفون نمبر وادي التليفون اللي انا دخلته. ولو دخلنا على الاوثنتيكيشن هلاقي ان في اسلام مدحت ات جيميل دوت كوم عمل اوثنتيكيشن ويز يوزر ايميل اند باسورد ويوم كذا الساعه كذا وادي اليوزر اي دي بتاعه. يبقى احنا كده في الفيديو ده عرفنا ان احنا ازاي نفعل الفاير بيز داتابيز ونعمل كرييت يوزر ويز ايميل اند باسورد في الفاير بيز. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نبدا بقى نشوف الاوثنتيكيشن، ان احنا نعمل بقى اللوجن. يعني احنا حتى الان شغلنا الريجستريشن، بس لما اجي اعمل لوجن من هنا هو مش هيعمل لوجن بالايميل اللي انا مدخله. فانا عايز ان انا اعمل لوجن بقى بالايميل اللي انا ايه دخلته في الداتابيز. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.